خير يا اخوي. خير يا حكم. صباح يا خال. كريم ما يقصدش يا اخوي. دلوقك انا خابر كل واحد في مخه ايه. ابو هبه مش اخوي وبس، ده صاحب فضل عليا من ساس الراسي، وعشان نرجعه حقه وناخده بتاره، سوى رجع ابو هيبه ولا بعد الشر. بعد الشر. احنا عارفين نجيبه حقه كيف. عندك العيب يا حكم، ابو هيبه بحوره كتير، اخاف تغرقني. ما تخافيش يا كريمه، اخوك اللي هناب ما مخلوعش. انا ما قصديش الطار يا حكم، انا قصدي امواله، فلوسه، المدارس، الفنادق، العماير. الورث يا كريمه، بتدوري على الورث واخوك في غيبوبه. اخوك فيه الروح، ما ماتش. لو ما دريناش كلمي بنت عمك غنيمه. انت كبرنا يا حكم، ما قلناش حاجه، بس ولادك ماسكين كل حاجه، واحنا عاوزين نساعده. الاول ابو هبه كان وحده ماشي، دلوك ان كنت اخوات. جه اليوم يا اخوي اللي تتقسم فيه المغانم وانت حي. يلا امي نمشي من هنا، ما قدرش اقعد هنا تاني. اقعد يا كريم، اقعد. الورث امره سهل، كل واحد بياخد حقه، لكن في عرفنا مفيش ورث للنسوان يا كريمه. عاش ابو هبه ولا مات؟ تحت الشر. يعني ايه؟ يعني مفيش جاسكوسه تتفرج هنا ولا هناك. اللي عاوز فلوس ياخد زي العادي، ده مش كلامي، ده كلام ابو هبه، وكلمه ابو هبه حكم. ولحد ما يرجع أنا هنا الحاكم وطرف رقبتي. عاوز أسمع أمين في حنك كل واحد قبل ما نطوره من هنا. أمين. الأمين. على فكرة أنت وحش. حمزة. خلف. تاخد مراتك وترجع القرية السياحية، ايه قاعدك تاني؟ خلود كانت عاوزة تطمن على ابوها بس. ايه؟ وتفرق ايه هنا ولا هناك؟ شوف حالك يا ولدي، ولا انت ناسي اللي وراك؟ حاضر يا حج، حاضر. حج؟ وبقى فكرني حج السنة دي يا خلف، عشان ربنا يسترها معاني. ودلوقتي ناكلوا لقمة مع بعضيني زي ما عودنا اخويا ابو هيبة. الله الله يرجعه بالسلامة. ومن هنا ورايح مفيش خرفان، حمام محشي وبط بالفريك.